سيد نقيب، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا اخ منير. سي مصراوي، انت نقيب هيئه المحامين بخريبكا وايضا عضو مكتب جمعيه هيئه المحامين بالمغرب. ما الذي جري على خلفيه الامتحان المقبل يوم 9 يوليوز؟ تقصد طبعا ما الذي جرى؟ ما الذي جرى هو في علم الله. على كل حال، الامر يتعلق بامتحان الولوج للمحاماه. كنا نود ان نتحدث عن المباراه عوض الامتحان، ولكن القانون يتحدث عن الامتحان، وهذه من اسباب المشاكل التي تقع حاليا. اليوم مطروح عدة خيارات بالنسبة للمحامي، تطرح عدة أفكار في الساحة المهنية، ولكن في اعتقادي، وهذا رأيي الشخصي طبعا، لا يعبر عن رأي الجمعية أو رأي النقابة، وإنما هو رأي شخصي، أعتقد أن على المحامين أن يهتموا بالقضايا الأساسية. أما مسألة الامتحان ففي اعتقادي قد انتهت، بقي فيها جزء معين يمكن أن نرجع إليه في هذا الحوار. طبعا الامتحان يعني لبقينا فيه طبعا، لأنه هو السبب النزول، وهو هذا النقاش ومسار النقاش ككل، وهو الموضوع اللي غادي يكون ديال المكتب. نعم. جمعية هيئة المحامين، شنو الموقف ديالكم منه؟ هل هو رفض أم تحفظ أم رفض الشكليات اللي كتجرى فيها؟ شنو أي أساس بنيتوا الموقف ديالكم من الامتحان؟ الجمعية أصدر بيانا يرفض فيه إجراء امتحانين في سنة واحدة. طبعا امتحان المحاماة ماشي المحامين يعني عبر جمعيتهم أو هيئاتهم ينظموه، وإنما وزارة العدل هي التي تنظمه. الدولة بغت دير امتحان، طبعا دير امتحان. المحامين يهمهم عنصر واحد أو نقطة واحدة في الامتحان، هي عدم إغراق مهنة المحاماة بالوافدين الجدد. من 2019 إلى اليوم، يعني في ظرف 3 سنوات أو 4 سنوات، مهنة المحاماة استقبلت 7000 وافد جديد، حوالي 5000 في الامتحان اللي فات 2019 و2000 في هذه السنة، وامتحان الذي سيجرى على ما شحال غيدخل عاود ثاني فيه. لنلاحظ بأن هذا العدد يعني جعل العدد ديال المحامين في المغرب يتضاعف. لم يقع مثل هذا في أي مهنة من المهن القانونية. لاحظ لماذا لا يقع هذا في التوثيق، لماذا لا يقع في مهنة العدود، لماذا لا يقع في مهن أخرى قانونية مثل التعشير مثلا مهنة قانونية، بزاف ديال المترشحين أو المجازين تعرفوا واش كاينة، يحتكرها بضعة أشخاص في المغرب، لا أحد يتحدث عنها. لماذا يقع هذا بالنسبة لمهنة المحاماة فقط؟ هذا هو الذي يجعل المحامين متخوفون، ويجعلهم يقولون بأن هناك إرادة لإغراق المهنة إلى غير ذلك، عن يعني قصد أو عن غير قصد، ولكن هذا واقع. اليوم المطلوب من المحامين أنهم يحميوا المهنة ديالهم بطريقة قانونية. ما حصل في الامتحان في الذي مر، الجميع يعرف حيثياته. ليس مطلوبا منا اليوم أن نقول بأننا سنعيد هذا الامتحان، لا، هذا الامتحان الذي جرى بالنسبة لنا نظم بطريقة قانونية، بطريقة سليمة، نظمته الدولة، نظمته وزارة العدل، أشرف عليه القضاء، يعني اللجان التي كانت مشكلة من رؤساء الأولين والوكلاء العامين وحتى الطاقم الإداري الكبير بوزارة العدل، فغالبيتهم من القضاء. نحن بالنسبة لنا كمحامين عندنا جوج ديال الامور ما يعني ما كنتناقشوش فيها، احترام القانون واحترام القضاء. هاد الحاجه اللي يشرف عليها القضاء فهي تصبح عنوان الحقيقه، وبالتالي لا يمكن ان نطعن في امر اشرف عليه القضاء. هذه قناعتنا كمحامين، واحترام القضاء هو جزء منها، يعني احترام العداله التي هي اساس اي دوله من الدول. هذا الامر في الحقيقه بالنسبه للمحامين ماشي غير في المغرب، في العالم كله. اذا بالنسبه لنا حنا ما عندنا، ما يمكنش نقولوا حنا ضد تنظيم امتحان ديال المحاماه، ولا ضد دخول ابناء ولوج ابناء المغاربه الى هذه المهنه. وبالمناسبه نقول ابناء المغاربه، ماشي الكلام اللي كيطرد ضد ابناء الشعب، كل شيء ابناء الشعب، حتى الذين نجحوا ابناء الشعب، لا مسؤولين ابناء الشعب، ابناء المحامين ابناء الشعب، الشعب فيه الجميع. وبالتالي الذين
يعني اجتازوا الامتحان ونجحوا وراهم اداوا اليمين جزء كبير منهم اداوا اليمين وراهم كيمارسوا فهم اداوا بطريقه قانونيه سلسه. الذين لم يوفقوا احنا كمحامين حقوقيين نتضامن معهم من حقهم انهم يولجوا لهذه المهنه او لمهن اخرى بل بالعكس نحن نحترم حتى احتجاجهم ما دام بطريقه قانونيه وحقوقيه ونحترم تدخل المؤسسات التي يعني وضعت يدها من مختلف يعني المواقع لحل هذا المشكل لان هذا مشكل وطني وبالتالي كنحترموا جميع من تدخل لحل هذا المشكل. تدخل الوسيط هل كان مختصا ام غير مختص الدستور والقانون ديالو واضح يعني في هذا الامر هذا بالنسبه لي انا كان يمكن ان تدخل المجلس الوطني لحقوق الانسان لان القانون ديالو الذي يعني يخول له التدخل ووضع اليد في حاله ما اذا كان هناك احتقان يمكن ان ينتج عنه خط لحق من حقوق الانسان سواء في القانون الحالي او القانون السابق الذي كان ضمن المجلس. وعلى كل حال الدوله دارت هذه التخريجه بتدخل الوسيط او حتى بتدخل مؤسسه اخرى الامر لا يغير شيئا. الامر يعني سينظم امتحان جديد. بالنسبه للمحامين التخوف هو من اغراق يعني المهنه فقط هذا هو التخوف الوحيد. احنا ما عندناش موقف من شي جهه معينه تدخلت او من الشباب الذين يودون الولوج الى المهنه ما عندناش موقف بل بالعكس نحن كمغاربه دائما نسعى والمحامين كحقوقيين دائما يسعون الى ما فيه خير. اشرح لنا كيفاش هذا المساله ديال الاغراق واش المكاتب مكتظه ما كاينش مكاتب تمرين شنو؟ اذا حنا في ظرف ثلاث او اربع سنوات دخلنا 7000 ديال جل الهيئات اليوم ما فيهاش مكاتب اللي غيتمرنوا فيها هاد الناس. لا غير هاد 7000 الاخرى واش لاقيه مكانها الان؟ لا حنا الان هاد 2000 اللي نجحت الان يلاه دفعات الطلبات ديالها واحد 400 واحد او 500 واحد لان الباقي ما لاقيش مكاتب فين يتمرن. طبعا المتمرين في المكتب اللي كيدخل له ماشي فقط هذا هو الصعوبه هذا هو اللي خص الشباب اللي بغاو يولجوا انهم يفهموه عليهم ان لا ينتقلوا من بطاله في الشارع البطاله اللي هي معروفه الى بطاله اخرى مقنعه. كان يحيدوه من الشارع وكيدخل المهنه كيلبس البدله وكيدي اليمين ولكن كيجي لواحد المكتب ما فيهش خدمه. بالتالي ملي كيدخل المكتب ما فيهش خدمه ما كيمكنش يتمكن من انه يشد منحه من عند هذاك السيد اللي هذا لان ما هذاك السيد اصلا اللي دخل عنده هذاك المحامي تخرج ما خدامش ما كيتمكنش يمشي للجلسات لان التزامات المتمرن هي يحضر الندوه ويحضر الجلسات ويحضر الى في المكتب باش يتمرن اذا ما كاينش التمرين. ملي كيدخل في هذا الوضع ما تيكونش امكانيه ديال العمل ما تيكونش امكانيه ديال التمرين بطريقه سليمه قد يلجا الى وسائل اخرى فيضر منظومة بأكملها. هنا هذا الإغراق ديال المهنة بهذه الطريقة يمس حتى شعارات أخرى وأفكار أخرى متعلقة مثلا بإصلاح القضاء. لا يمكن أن تغرق مهنة المحاماة وأنت ترفع شعار إصلاح القضاء لأن المحاماة جزء من منظومة العدالة ككل. لا يمكن لمنظومة العدالة أن تصلح إذا لم تصلح وضعية القضاة وضعية المحامين وضعية العدول وضعية كتابة الضبط. هذه الأوضاع مترابطة. إذا ساءت أوضاع المحامين فلنكن متأكدين بأن إصلاح القضاء أو إصلاح منظومة العدالة سيتحقق. طيب يعني إحنا الآن أمام هذا التشخيص هذا كله، الآن ننتقل إلى مرحلة أخرى هي تدبير هذا المشكل هذا. الآن في التدبير هناك البعض كيقول مؤاخذات على الجمعية على الهيئات، البعض يدعو إلى الاستقالة، البعض يدعو إلى الاحتجاج. يعني كيف كتشوف الآن تدبير ديال هذا المشكل من قبل الهيئات أو من قبل الجمعيات اللي أنت عضو فيها؟ الاستقالة من ماذا؟ إذا كان الناس يقصدون الاستقالة من الجمعية هذا أمر غير ذي أهمية. ماذا سنستفيد منه نحن كمحامين؟ ماذا سيستفيد منه المحامين؟ ربما هذا قد يعني يسهل ممارسات أخرى لأن الجمعية على الأقل هي كإطار جامع كمخاطب بالرغم من كثير من الأمور أخرى يمكن أن أعود لها. أما إذا كنا نقصد استقالة النقباء وأعضاء المجالس من هيئتهم فهذا لا مبرر له. أولا لأن هذا المشكل ماشي بهذا الحجم الذي يمكن أن يدفع إلى تعطيل وشلل على المؤسسات المهنية. هذا واحد المشكل طرح يمكن أن يحل بطرق معينة. ثانيا بالعكس احنا لماذا نستقيل؟
الدولة يمكن أنها تنظم امتحان تدخل عدد إذا لم تراعي هذا تدخل عدد تبقى للهيئات هي التي يعني لها القرار القانوني أنها تدخل العدد. وأكثر من هذا ماشي غير الهيئات حتى المحامين لأن يعني المتمرن باش يولج خصو رسالة ديال التمرين خصو محامي يقبلوه في المكتب ديالو فيدخلوا العدد اللي ممكن ولكن إذا ما كانش واش ممكن الهيئات أنها ترفض قبول المتمرنين؟ لا هو من الناحية المبدئية لا يمكن أن ترفض إلا إذا ما كانش متوفرة فيه الشروط. من بين الشروط اللي باش الهيئة تقبل هو خص المتمرن يشوف مكتب فين غيتمرن يجيب واحد رسالة ديال القبول ديال التمرين ديالو في أحد المكاتب. إلا ما كانش مكاتب ما عطاتش هذه الرسائل الهيئة ما يمكنش تقبل. بدليل أن قلت مثلا هاد 2000 اللي دخلت السنة الماضية الله 400 اللي لقات أكثر من هذا حتى 5000 حوالي 5000 اللي نجحت في الامتحان السابق مازال حوالي النصف فيها ما تسجلش. إذن هذا هو الوضع. وبالتالي لا يعني مسألة الاستقالة غير يعني في اعتقادي يمكن أن تكون هناك آراء محترمة لمحامين أو نقباء آخرين إلى غير ذلك آراء محترمة ولكن في اعتقادي الشخصي هذا الأمر يعني لا مبرر له بل على العكس من ذلك المحامين عوض أن يستقيلوا المسؤولين المهنيين عوض أن يستقيلوا عليهم أن يضعوا خارطة الطريق للعمل وهذا هو المهم. بالنسبة لي أنا قلت بأن موضوع الامتحان انتهى هناك مواضيع أخرى هي الأهم واللي هي قانون للمهنة جديد يضمن توسيع اختصاص المحامين. كثير من المشاكل اللي مطروحة بما في هذه المسألة ديال الولوج ناتجة على أن ضيق العمل ديال المحامين اختصاصات ديال المحامين ضيقة خص توسيع المجال ديالهم. أيضا خص يكون القانون الجديد يراعي المقاربات اللي جاب دستور 2011. القانون ديالنا الحالي يشتغل يعمل نعمل به خارج نطاق دستور 2011 خص المقاربات خص مقاربة النوع خص ربط المسؤولية بالمحاسبة خص منح يعني صلاحية تقريرية للجمعية العمومية إلى غير ذلك. إذن هذا الشيء هذا هو اللي خصه يضمن في قانون مهنة جديد. أيضا خص يكون عدالة ضريبية خص المحامين يكون عندهم نظام ضريبي مناسب لوضعيتهم. احنا لما كنا كنناقشوا موضوع الضريبه مع بعض المسؤولين تبين بان صحيح وزير العدل المحامي كيفهم هادشي والاطور اللي معاه كيفهموا المهنة المحامي ولكن للاسف الاطور الاخرى ديال الدوله ما فاهم. احنا كنقول لهم هذه راه رساله ما يمكنش تتعامل تقول لا شنو هي رساله بالنسبه لي هذا محامي تيخدم كيدخل الفلوس خصو يخلص الفلوس ما تيفهمش شنو هي رساله. هذا فهم خاطئ فهم يعني لا يتماشى مع طبيعة مهنة المحاماة في العالم. علينا أن نقرب مفهوم مهنة المحاماة لأطر الدولة ولكن على الدولة أيضا أن تتفهم هذا الوضع. أيضا علينا أن ندافع من المواضيع المهمة هو موضوع التعاضدية. التعاضدية للمحامين تشبتين بدلية هي أحد المكاسب الأساسية للمحامين بالتنظيم الذاتي بالتمويل الذاتي ديالهم وهي كتماشى مع التصور ديال الحماية الاجتماعية يعني لا تتناقض معه بل بالعكس هي جزء من. إذن هذه القضايا الأساسية اللي خص المحامين يطرحوها ويتحاوروا من أجلها ماشي كرد فعل نهائيا. للأسف السنوات الأخيرة المحامين فقط كيتحركوا وكياخذوا معارك كردود أفعال في موضوعات تطرح عليهم تفرض عليهم. ولكن هذا الكلام سيد نقيب كتكلم أنت وأنت عضو أنت أولا أنت نقيب وعضو المكتب وبالتالي فأنا كنطرح المساءلة ديال الأداء ديال المجالس سواء على صعيد الهيئات أو المجالس أو على صعيد المكتب. هل ترى بأن المجلس أو المجالس والمكتب جمعية المحامين دبر هذه المرحلة بما تفترضوه الأمور؟ هناك من الأسباب التي أدت إلى الوضع الذي نحن فيه ما أسميه دائما بالهشاشة التنظيمية للمحامين على الصعيد الوطني ماشي على الصعيد المحلي. المجالس كتقوم بالأدوار ديالها ولكن على الصعيد الوطني مشكلة جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنها لا تريد أن تتغير. الجمعية تأسست في 62 لما كان عدد المحامين في المغرب بضع عشرات من المحامين اليوم نحن بالآلاف. تغيرت كثير من الأمور ولكن الجمعية ما تغيرتش لا في طريقة تسييرها ولا في قانونها ولا في نظامها الداخلي ما تغيرتش. الجمعية أصبحت تنتمي إلى نوع من التنظيمات ومن الإطارات اللي إلى ما تكيفاش غتنقرض تنتمي إلى جيل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب واتحاد كتاب المغرب وواحد العدد من الإطارات المدنية اللي خصها إما تكيف إما غتنقرض. إحنا لازمنا مستمرين بعد أزيد من 60 سنة على أننا متشبتين بالجمعية بنفس الطريقة. الجمعية خصها تغير
خصها تغير القانون ديالها، خصها تغير اسلوب العمل ديالها باش يمكن تستمر، وإلا ما غيرتش راه ما غاديش تبقى. ولهذا بالنسبه لي انا تعرف موقفي من هذا الموضوع هو انه حان الوقت للمجلس الوطني لهيئات المحامين بالمغرب كمؤسسه قانونيه في افق دسترت مهنه المحاماه حتى يكون لها الموقع القانوني كمخاطب ممثل للمحامين في المغرب، يتفاوض من موقع قانوني محترم. خصوصا ملي كنتكلم على مخاطب في ظل يعني انه راه الدار البيضاء هذه الولايه هذه ما حاضرش في الجمعيه، مقاطعه الجمعيه، وبالتالي ايضا السؤال المقابل اللي كيتطرح هو الاداء ديال الوزير، وزير العدل. لا علينا شوف علينا يعني هذا الشيء الذي يقع الان هو نتيجه تراكمات لسنوات لولايات اخرى سابقه، ماشي هذا الشيء فعلا طرحات موضوع الضريبات، طرح مشكل الجواز ديال الدخول للمحاكم، طرحات واحد المجموعه ديال الامور فطرحات في هذه الولايه، ولكن الوضع التنظيمي والتعامل معها والتصور والمنهج ديال التعامل معها شات نتيجه تراكم ديال ولايات سابقه ووزارات اخرى. لو داز قانون المهنه بشكل مناسب منذ ولايات سابقه لما طرح الموضوع الان، لو وضع نظام عادل للضريبه منذ ولايات اخرى وتفاوض عليه المحامون ووزارات اخرى لما وقعنا فيه الان. وبالتالي فما نعيشه الان هو نتيجه تراكم لسنوات سابقه. المطلوب منا اليوم هو أن على الأقل أن نوقف هذا النزيف وأن لا ندخل في معارك لا تنتج شيئا بل على العكس تزيدنا. واش ما كنتش بأن هذه الولاية ديال الجمعية ضاعت تقريبا واحد ثلاث سنوات هذه ما لم تستعد الجمعية ذاك التألق ديالها، بالعكس كانت تدبير يعني لحظي تدبير يومي هو اللي أدى لهذا الشيء كله تقريبا. على كل حال هذا ما يعني ما قلناه، هذه أمور فرضت على الجمعية، فرضت على التعامل بها وهي غير مهيئة للتعامل بها، فرضت عليها ملفات كبيرة وهي كادات غير مؤهلة للتعاطي معها إيجابا، هذا هو كانت النتيجة ديالها. اليوم تروح أننا على الأقل نوقف هذا النزيف، لأن الدخول في معارك كبيرة ستزيدنا ضعفا، بل على العكس من ذلك إذا جلسنا وفكرنا وطرحنا الأمور ماشي يعني نقوموا برد فيه، لا عندنا واحد العدد من الملفات أن نضعها كأولويات وأن يعني نخوض بشأنها الحوار مع الجهات ذات القرار في الدولة. كان سؤال أخير يعني السيد النقيب هو أنه الملاحظ مؤخرا يعني دخلت أطراف سياسية ضمن المشكل الآخرة البلاغ ديال حزب العدالة والتنمية على الخط في الموضوع ديال الامتحان ديال المحاماة. هذا لن يزيد الأمر إلا صعوبة. كيف؟ لا صعوبة، يعني المهنة هي مهنة مستقلة. المحامين بحال أي جسم في الدولة عندهم مشاكل ديالهم يمكن يحلوها، ولكن أن تجي أمانة عامة ديال الحزب يعني تدخل في واحد الموضوع وهي يعني تهتم بقضايا أخرى أولى، هي قضايا سياسية كبيرة في البلاد مطروحة إلى غير ذلك وتحاول توجد الحل ديالها، أما القول بأن هناك مطروح ويجب استقالة الوزير الفلاني أو الوزير الفلاني فهذا يؤدي إلى تعقيد في الأمر.